ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد التذكير بوسائل التواصل الخاصة فينا، اللي دائما نحب نقول لكم إنه يسعدنا أكيد تواصلكم معنا من خلالها، وتعطونا الموضوعات اللي حابين إنه إحنا دائما نناقشها، أكيد نلقى لها حلول، ناخذ بعض النصائح من أصحاب الاختصاص في مختلف مجالات الحياة كما عودناكم. وقفتنا الأولى والرئيسية في حلقتنا لليوم في ستايل وفقرة الموضة، يعني هذا المجال الكبير وهذا البحر الواسع الذي يعني في بداية الحلقة تكلمنا وقلنا أنه لمعت فيه أسامي كثيرة، سعوديات كثيرات أثبتن نفسهن في هذا المجال من هذه الأسماء الجميلة اللامعة في هذا المجال. نجد العساف وهي مصممة الأزياء التي تميزت منذ الصغر في حبها للأقمشة النادرة والمميزة، كبرت وكبر معها عشقها للأقمشة حتى أصبح مع إخراج تصاميم وأزياء من عبايات وجلابيات. سافرت للكثير والكثير من الأماكن التي تتميز بأقمشة وتنفرد فيها، لأن مبدأها التميز هو الذي يشهر سفراتها. يسعدنا أن يكون معنا مصممة الأزياء السعودية الجميلة نجد العسلف. هلا وسهلا فيك. شكرا لتعبيركم الحلو. يلا مرحبا نجد، نورتينا طبعا بالتأكيد وشرفتينا، وأكثر ما يميزك اسمك، اسمك أكثر من رائع نجد. طبعا اسمك مرة حلو نجد. في البداية طبعا أتمنى تعرف المشاهدين على نجد العساف وعن بداياتك ودخولك إلى عالم الموضة والأزياء. أنا من بدايتي أول شيء أحب الفاشن، وبدأ في حب للأقمشة، أحب الألوان الغريبة، أحب مزج الألوان، الأشياء السمبل ما أحبها. شوي تطور معي على التصاميم، شوي بديت ألبس اللي حولي من معارف كذا، فصرت لما ألبسهم يعرفون هذه لمساتي أنا، الألوان، الأقمشة اللي أختارها. شوي لما تطورت وكبرت وبدت معي الفكرة تتبلور، بصراحة صرت أسافر للخارج عشان أستقطب أقمشة غير متوفرة نهائيا، مختلفة تماما. الشيء الموجود خلاص موجود والعين صراحة تعودت عليه، صحيح. كل شيء غريب وكل شيء مميز هنا بتتميز زين، صح. لازم تجيبين شيء غير موجود. كنت أشوف بالمودلز بالتلفزيون كذا، أشوف أقمشة حلوة، طب من وين يجيبوها؟ طب بالآخر أنا فكرت قلت أنا أقدر أروح أجيبها، وفعلا الأقمشة يعني عامل مهم بالنسبة لي. صحيح. طيب نجد ما شاء الله يعني حصلت على دورات كثيرة خارج المملكة العربية السعودية، يعني دائما هذه الدورات بتكسب خبرة زي ما قلتي،
تكسبك هذا الشيء المختلف والمميز. خلينا نتكلم عن هذه الدورات وأيضا نتكلم عن ما الذي ميز نجد بتواجدها في أكثر من دولة خارج المملكة العربية السعودية. أول شيء أنا أخذت دورات في أوروبا في باريس، كانت الدورة بصراحة استفدت منها كثير، تمزج بين الحضارة الأوروبية مع الحضارة الشرقية، كيف تدخلين الموديل الأوروبي مع قماش شرقي تدمجيهم مع بعض. عادة تلقين موديلات أوروبية مثل المصممين فالنتينو كريستيان ديور، تلقين موديلة معروفة أقمشتهم كلها فواتح، غالبا يعتمدون على البيجات كذا ألوان معينة. طب ليه ما ندمج الموديل حقهم بالأقمشة حقنا؟ علمونا كيف ندمج الموديل مع الأقمشة. كان فكرة فعلا جدا يعني كانت رايقة بالنسبة للزبائن، كثير عجبتهم. طيب بالتأكيد يعني أي مصمم مثلا أو أي مجال عمل بالتأكيد أنه هنالك صعوبات وبتواجه تحديات أيضا، وتحديدا كمصممة سعودية ما هي التحديات التي واجهتك في هذا المجال تحديدا؟ يمكن اختيار الأقمشة، أبغى أعرف من وين المنابع الأصلية حقها. يعني على سبيل المثال مثلا كشمير، احنا هنا مرة نحب الكشمير، أنا عارفة اللي يجينا الكشمير العادي، طب ليه نروح على نفس الموطن الأصلي؟ أنا رحت لهناك صح، بس تعبت مرة عشان أوصل للكشمير للأساس، للأساس نفسه تعبت. هو على قولتك أنت الصعوبات اللي واجهتني هي اختيار الأقمشة المميزة، يعني القماش تحدد أحس 70% من الموديل، مو الموديل القماش نفسه. صحيح بالتأكيد، أحيانا القماش نفسه يكون هو الموديل، يعني فعليا من جد. صحيح إيه هذا هو. طيب نجد يعني ما شاء الله تكلمت عن الكشمير وحسيت مدى حبك لقماش الكشمير، خلينا نتكلم عن أهم بصمة تميز كل أزياء نجد. يعني دائما لما بنشوف في شيء خاص في مصممة معينة بنقول هذا مثلا لنجد، إيش الشيء اللي أنا أشوفه في هذا التصميم بحيث أنا كل ما شفت هذا أقول لا هذا مثلا لنجد هي اللي مصممت. أول شيء بالنسبة للكشمير هو صوت زي شك بالنسبة لنا، صار يستفسرون عنها كثير، حتى صار يجوني في المعارض عندي رحت الكشمير إيش رأيك فيها الأقمشة، صار يجون عشان الأقمشة حقها. الأقمشة حق الكشمير الرسمة، يعني أنا هذه تميزت فيها، الرسمة حقهم صرت أختار الموديلات الحلوة، الألوان تمزج الألوان تلقينها ألوان فاقعة بس حلوة رايقة للعين، أحيانا تلقين يحطون لك ألوان غامقة بس غير مريحة للعين، فكانت ألوانهم جدا حلوة، الرسمات حقهم فيها التراث النجدي، ترى فيها من تراثنا، يعني أنا
اروح فيها من التراث السعودي الاقمشه الكشميريه. جميل. وانا اسمي نجد يعني على اسم خلاص خصصتي باسم ما مدى اقبال مثلا السيدات تحديدا على تصاميم نجد العسكر؟ صراحه يعني احيانا يقولون اللي يمدح نفسه يكذب. لا انا ما بس لان النوع اللي انا انفردت فيه صراحه نادر يعني تميز يدورونه بصراحه. انا لاني كنت ادوره فقلت ليش ما اوفره؟ بعدين قعدت اقول يمكن ما في احد يحب اللي انا احبه، قلت بسويه واللي يحب اللي انا احبه يجيني. والله جاني كثير جبتهم، صرت استقطب الناس اللي يحبون ما شاء الله يحبوا الكشمير. ايه والكشمير والحرير مره روعه. ايه طبعا مره الحرير راقي وكمان في الفتره الاخيره صاروا بيحبوا اللي هي عمليه الدمج اللي انت قلتي عنها اللي هي بين التراث وبين الاشياء بالضبط المودرن شوي يعني. إيه؟ هذا اللي بنبحث عنه. ملينا منه صح، واللي كنا نجدي ملينا منه. فعملية الخلط المنتج جدا أعجبت الزبائن الحمد لله. طب خلينا نشوف دحين بتأكيد تصاميمك. إيه؟ موجودة معنا أيضا في الاستديو عشان أيضا المشاهدين يتعرفوا على تصاميم المستخدم السعودي نجد العساف. تفضلي. خلينا نتكلم نجد عن هذا الموديل. هنا بالنسبة للتنورة أنا مزجت معاها اللون الذهبي الفوشي مع الذهبي، لقيتهم حلوين مع بعض مع الأخضر. حسيت الألوان صح ضاربة بس إنها هادية جميلة للعين، حسيتها كثير يطلبون هذا الموديل عندي تغيير هذا الموديل. بيكون الموديل بتعملي نجد منه أكثر من لون ولا بتعملي الموديل وبتتركي عملية اختيار اللون وتغييرات الألوان مثلا الأذواق أو اللي بيطلب اللون؟ أسوي أنا اللي يعجبني، بس إذا جاني عرض وقالت لي أبغى هذه الألوان وما عجبتني آسف ما حقدر أسوي لأن حامل اسم القصة. صحيح. حامل اسم. صحيح. فأرفض، بس إذا جاني أوكي ما عندي مشكلة. حسب مثلا ما هو حسب رغبة الزبون اختياري يعني رأيك المفروض انه يكون موجود. ايه مهم مهم. طب ليش اذا اردنا ان نتحدث عن دور عائلتك، هل عائلتك مثلا دعمتك؟ مين يعني بالتأكيد لقيت الدعم من الأسرة لحققت النجاح في مجال الأزياء؟ والله شوف في البداية ما كانوا حابين إنه ليش التعب، أنت مجتمع شرقي يعني لازم ليش تعب ما لها داعي، ليش تروح تجي للمسافرين كذا. فكان فيها شوي يعني في البداية شوي شوي لما أنا الحمد لله سهلتها عليهم شوي شوي لما صار عندي زباين كثير وكذا وشافوا
حياتي انه فعلا عندي اشياء صراحه تستحق يعني والحمد لله مشاهير يجون عندي معروفين انا افصل لهم فاهلي يعني تقريبا انه هادوا شوي يعني على بس في البدايه لا كان بس ابغى احقق اللي ابي لازم اوصل له ان شاء الله اكيد يعني باذن الله نتمنى لك اكيد نجد لانه في النهايه انت بتمثلي المملكه العربيه السعوديه كل سيده سعوديه اثبتت نفسها في مجال معين هي اكيد بترفع من شان السعوديه خلينا نتكلم عن الصراعات والموضه من سنه الى سنه اخرى من شهر الى شهر اخر بيطلع في اشياء وبيكون في صراعات كثيره من وقت الى وقت اخر والنجد من هذه الصراعات هل بتكون مواكبه لكل صراعه بتطلع وكل موضه بتطلع ولا لا انا نجد انا متخصصه مثلا في مجالي وفي ازيائي وفي تصاميمي اللي خاصه فيني هذه الصراعات انا اسميها التقليعات تقليعة بأوروبا عندهم صراعات ما تمشي عندنا احنا هنا عندنا في تقليعات اي يعني يجون الزبائن يقولون نبي تقليعة نبي شيء غريب يعني مختلف مختلف مرة صح احنا ليش قاعدين نشتري من عند مصممة ونجي بازار او نبي شيء غريب جهد شخصي مجهود شخصي يحسون بقيمة الشيء لما نشوفونه في كل المحلات المصممين العالميين سووا منه اي احد تحسي انه عادي مستهلك صحيح التميز فالدول الخليج تحديدا لهم تقليعات غير نظام البشوت نظام الاشياء العريضه لهم شيء ثاني بلا دراسه وطريقه والاوروبيين لهم شيء ثاني صراحه انا ما قرب ابدا ولا هم من اصولنا ولا هم من عاداتنا ابدا النظام الاوروبي يعني تبقى تبعها بس ايش بحذافير الشرقي جميل جميل واكيد بلمسات وبالتغييرات الجميلة اللي طيب انا اذا كنت مثلا جايتك كزبونة وبقول لك مثلا نجد ابغى شيء مجنون في نفس الوقت مميز ومثلا ابغى يكون في موجود الالوان 1 2 3 ايش اللي نجد بتسمعه من العميلة اللي بتجيها وايش اللي نجد بتقنع فيه العميلة وكيف بتكون العملية هذه هي صعبة شوي انا عارفتها فكيف انت يعني بتلمي هذا الموضوع وفي الاخير بتطلع بقطعة تكون العميلة راضية فيها تجينا العميلة تبغى موديل والحمد لله ما في واحدة تجي لعندي أنا نجد إلا تكون مؤمنة فيني تكون جايتني هنا أجيبها لهنا تقول لي أوكي جميل أصلا ما تجيبني إلا هي عارفة مسلمة أمرها تكون جاية بفكرة صراحة من نوي يعني مستحيل أخي أسويها لا أفصلها لها أقولها كذا عشان كذا عشان الموديل كذا هذا اللي يكون مثلا إنه طفشوا من الناس العين تعودت عليه ليه ما تسوين شيء
شخصي من مصممة، شوفي هذا الموديل حقك لكم، شوفي الكتالوج الفلاني، الموديلات ترى خلاص ملينا منها، شوفي لكم هذا ترى ما حد سواه، إذا بتلبسين أهلك كلهم بيسألونك عليه. الأسلوب والصياغة تطلع من عندي، صح هذا لكم غريب، صح سوي لي يا مثلا، عرفتي؟ مزي الألوان برضه أقول له شوف هذا اللون حيكون شك غريب، ألوانك ترى عادية يعني خلاص ملينا منها. الأسلوب له، فأنا أقول لك تجي هنا أطلع انك تقنعي الزبون. اي لا الحمد لله. طيب ذكرتي قبل شويه ذكرتي عن البازارات، هل مثلا شاركتي في المعارض والبازارات عرضتي تصاميمك مثلا؟ اي الحمد لله انا دائما اشارك بازارات عندي بالفيصلية وبنيارة بالمملكة، دائما أخذ أجنحة لي وأجيب معي موديل وتلبس الملابس ونعرضها لهم ولي زباين. في السعودية فقط أم خارج السعودية؟ في السعودية عندي، في قطر، في الكويت، تجيني والله كثير من دول الخليج. إلا طبعا انا دائما اتواصل مع الزبائن على خلال الواتساب، عندي جروبات كل زبائن، اي معرض اي شيء ارسل لهم بالواتس. جميل انه عندي المعرض الفلاني، عمليه التواصل مهمه، والجناح الفلاني جناحي وتعالوا، والحمد لله يعني عندي كثير تواصل معهم الزبائن. انا انستغرام عندي برضه متابعين كثر. ايه جميل. طيب خلينا نتكلم عن اللي هي الموضة والجديد من عام إلى عام آخر، يعني السنة هذه بيكون مثلا بنقول الدارج ألوان كذا وكذا وكذا، السنة الجاية الدارج ألوان كذا وكذا، الموديلات إيش اللي الناس مثلا بتحطه كخطوات أساسية أنه هي تتبعها في تغيير الموديلات من سنة إلى سنة أخرى، أو مثلا من نصف عام إلى نصف عام آخر، ولا إيش الخطوات اللي بتتبعيها بالضبط؟ الست أشهر هذه أنا مشيت فيها بلاين معين في الألوان الشتوية، الشتوية لها ألوان معينة. صحيح. جاء الصيف لها ألوان خاصة فيها. أكيد. السنة اللي بعدها طبعا حتكون عندي بالانستغرام مراجعة ايش السنة اللي راحت، اصلا انا عارفة ايش موديلات الخط حق الشتوية اللي فاتت، الشتوية الجديدة حتكون الوانها غير حق الشتوية الماضية، اغير في الالوان، الصيف هذا حيكون غير الوان الصيف اللي قبله. طب كيف تستوحي تصاميمك؟ يعني من فين؟ من هو ممثلك الاعلى؟ سواء مصمم او مصممه؟ صراحة ما عندي، انا استوحي من التراث النجدي، الوان التراث النجدي، اللون الخمري. طب والموديلات؟ الموديلات من اين تستوحي؟ الموديلات زي ما قلت لك الطراز الشرقي، الطراز الشرقي العربي المحتشم ستر، يعني احاول قد ما فيني اني اواكب
على الشيء الثاني. اي صحيح. الالوان والموديلات تركيزك على ذوق السيده الخليجيه او المراه الخليجيه بشكل عام. هذه هي حقي انا يعني هذه اللي انا، فليش اروح افكر بغيرها؟ صحيح. طيب خلينا نتكلم شويه نجد عن العبايات، يعني ما شاء الله انت قلتينا سالناك تحت الهواء انا ومسدولين انه عبايتك اللي انت لابستها ما شاء الله من تصميمك. خلينا نتكلم عن العبايات بما انه هي اكثر استهلاك في السعوديه وكلنا كتركيزنا معها عبايات. جميل، اكيد هتجهز الحين وتكون معنا. كلنا كسيدات في السعوديه والسعوديات بنحب انه احنا نركز على هذا الموضوع ونشوف ايش هو الجديد في هذا العالم، لانه هي لباسنا الاساسي يعني. فكلمينا عن خط نجد في عالم العبايات. انا الحين في لي زباين معينين يحبون العبايات التقليعه، قبل شو قلنا نتكلم عن التقليعه مختلف. في ناس يقولوا لك مهما كان ثمنها مهمها ساده وساده، والخامة تهمني أهم شيء، ساترة وسادة ومستورة يحبون. في ناس يحبون التقليعات، يحبون الألوان البيج، تدخل الألوان الكحلي الرمادي، يحبون الألوان. معانا عباية. بالنسبة لهذه بصراحة أنا مسويتها لو تفتحها كذا شوي من على وديلها مغربي شوية شوي ايوه على مغربي. هذه الطراز الجديد بالنسبة للعبايات موديل مغربي الطاقية احطها القطعة اللي تحت نجد مع العباية السوداء. لا اها القطعة اللي تحت بس هي لانها الموديل مسكرتها. هذه انا سويتها صراحة بشت، هي بشت هذه المناسبات ممكن للاستقبال في بيتك. زمان صار ياخذوها عباية. ايوه ايوه هو صاحب عباية الا اذا لبستي شيء، لان كمامه طويل طويل وتطلع فيها عباية زي ما الموديل السعام زي ما الموديل السعوية. ايوه صحيح صح. فالحين انا صارت كذا عباياتي غالبا زي الجلابيات كذا، ما بدون كم كذا فتحه من هنا تجيك طويله زي ما الاختنا موديلات المغربيه البشوت المغربيه تجيك أيوة. مفتوحه وطاقيه وتصير من تحت عريضه كالوش يعني من جد رائعة. يعني مثل هذه مثلا العباية كم ممكن تاخذ منك وقت تصميمها وايضا خياطة تفصيلها؟ قصدك اول شيء قبل ما انزلها اي المراحل اللي بتمر فيها مثلا تقريبا يعني اول شيء لما اختارها ابدا ادور افكار، ابدا ادور موديلات اني اسويها شوي شوي يعني بغالي حول 10 ايام من اختار الموديل، بعدين شوي شوي
أجيب القماش يعني حوالي من 20 يوم لين 25 يوم يكون الموديل جاهز. بيكون جاهز. إيه طبعاً. وتحديداً إذا كانت زي هذه أعتقد إنه ما هو الموديل حقه ما هو بسيط، بس إذا حد كان بسيط مثلاً الموديل. البسيط لا تقريباً أسبوع تقريباً. إيه الموديلات السيمبل. إيه. وبيكون الرجل فيه ممكن يكون مثلاً عندك أشياء جاهزة مثلاً إذا جيتك أنا قلت لك نشت مثلاً عندي مناسبة بما أنه إحنا كإعلاميات مناسبتنا بنحضرها بالعبايات أيضاً. بقول لك مثلاً نجد أنا عندي مناسبة مثلاً أو تغطية شيء معين، متى مثلاً بتكون بتنقذني نجد؟ عاد أنت قاعدة تقولي في ناس معين نتعامل معاهم ومعروفين مشهورين كذا، أنا بخليها تكون ستاند خاص. أنا حاطة ستاند الزنقر. جميل جميل. هو البيع يعني عندك أنت معرض أوريدي. إيه لا بس برضو حاطة أشياء سبيشل ما تنزل في المعرض ترى. أنا اللي هذا المميز مجدولين سبيشل الإعلاميات يعني فقط للشيء هذا من عندي إن شاء الله. لطبقة معينة. ايه بالضبط. الا ناس معينين عساس ما حد يقلدهم. هم يكونوا اول بوش يطلعون الناس بعدها تقلدهم. جميل. خليك معي. صحيح. عودة لك نجد مرة ثانية يعني عالم الموضة برضو. بحر لا ينتهي ودائما بنحب الأشياء في الجميلة والمهمة. خلينا نتكلم عن التواصل، عملية التواصل بين نجد وبين العميلات. أنا مثلا إذا كنت الحين مشاهدة شفت فقرة نجد الآن حبيت ما شاء الله طريقة حديثها، حبيت تصميماتها اللي شفتها بالاستديو، كيف يقدروا يتواصلوا مع نجد؟ في عندي الآن انستغرام حاطة فيه كل الموديلات، عندي موديل ملابساتها كل الموديلات، عندي مبيعات كبيرة جميل. على الانستغرام طلبات كثيرة ومن خلال الواتس، تكلموني على الواتس رقم جوالي. خلينا نذكر الانستغرام إذا حابين. أوكي تفضل. وبالنسبة أقول الانستغرام عباية عباية نجد بالإنجليش راح تكتبوها ABAYNAJD عباية نجد. رقم الجوال 0500 22 22 74. جميل. هذا اللي حابة أي سيدة حابة إنه تتواصل مع نجد العساف مصممة الأزياء السعودية، حابة إنه تعمل موديلات، حابة إنه تطلع كمان على موديلات نجد ما شاء الله تقول إنه حطتها كلها على الانستغرام. يعني كل الموديلات شيء جميل طبعا أكيد، ويقدر إنهم يتواصلوا معك. في بقول لك شغلة، كثير الناس تقول لي أنت ما تخافين عرض موديلاتك في الانستغرام؟ فعليا كنت بسألك السؤال. تسألوني
لانه الان صراحه اقول يعني هالموضوع صارت تنسحب الموديلات. جوابي انا بختصر اقول لهم خليهم يروحوا يقلدوا الموديل، ما عندي مشكله. الخامه هي اللي حاكمه موديلي انا. صحيح. راح يجيبوا من الخامه. الخامه هي اللي تحكم الموديل. هي احيانا موديلات مره رائعه. وبعدين مره حلوه. قلدت الشكل. بس تلاقي ايوه بس تلاقي الخامه الفستان مثلا او خامه العبايه. في شيء غلط، في شيء غلط لما بتجي تقلدي. ايوه لما بتجي تقلدي موديل او شيء معين بتحس انه في شيء غلط. هذا اللي مخليني اروح واسافر واغير اقمشة فيها مثل موجودة. هذا المهم متميزة عشان لو عرضت الصور روحوا قلبي بس روحوا تجيبوا نفسك. خلينا نشوف ايضا من احد القطع طبلة سمنتيها حضرتك. هذا بالنسبة للعباية هذه انا سويتها بجيوب وكذا مريحة للسفر. في عندنا القماش شتوي شوي شتوي ربيعي وسويت من الصيفي مرة ثانية. اللي يسافرون برا في الخارج في دبي في حبوا جيب كذا مريحة تحط فيها فلوسها جوالها شيء ما تبغى خفيفة تكون طالعة عملية. هذه العبايات البسيطة عندي وعملية. نعم بتكوني مصممة مثلا إذا كانت عباية زي هذا الموديل نجس بتكوني مصممة لها أكثر من لون أو حاطة خيارات في أكثر من لون ولا بتشوفي الطلب كيف ممكن اغير في التنوره
ما ابغى تكون ساده، لازم افكر بشيء مثلا بنت اسويها بشكل غريب 100% بشكل طريقه، يعني لازم اسوي اكسر شوي الحاجز اللي لهم 4 اشهر الزباين ماشيين عليه. ابدا تجانس الألوان، الكم حق الجلابية
وسع الجلابية موضة قديمة الجلابية القطعة كذا صارت اللي زي الجرس كذا تصير زي البشوت قصت البشوت الطاقية المغربية راجعين لها بالجلابيات جميل. هذه الأشياء الحين اللي موديلات الجديدة اللي بسويها في رمضان كمان سر ثاني أعطيكم حلقتكم بإذن الله يعطيكي ألف عافية وشكرا لحضورك معنا شكرا بصراحة شرفتيني أكيد سعيدين جدا لما نلاقي إنه فعلا مصممة سعودية حققت النجاح في أي مجال وتحديدا حضرتك مجال عالم الموضة والأزياء شكرا جزيلا لك شكرا لك العسافة المصممة السعودية